quality control is an ancient procedure ومنذ قرون كان المصنعين manufacturers يعملوا تشيك شيك يتاكد من منتجاته products لمحاوله trying to find early any defects لاكتشاف اي خلل any defect خلل مبكرا at that time manufacturers checked every product تخيل كان في الماضي المصنع يقوم بالتاكد من كل منتج one by one واحد واحد منتج منتج without exception بدون استثناء للتأكد من كل منتج النسلين today in industrial business لكن اليوم هذا اللي حنا فيها الآن في الصناعات ال industrial يعني الأعمال الصناعية العملاقة monitoring the quality of each product is unattainable due to the large scale production of different goods في الأعمال الصناعية الحالية المراقبة إلى كل منتج each product is unattainable لا يمكن الوصول إليه صعب تحقيقه لأن هناك large scale production كمية كبيرة من الإنتاج أكثر من القدرة على الفحص والتأكيد وزي ما عرفنا أن معظم الإنتاج أصبح عن طريق الآلة والآلة تستطيع أن تنتج مئات الآلاف أو أكثر وبالتالي صعب أني أعمل checking مانوال وهذا يعتبر unattainable غير متاح مودرن كواليتي كنترول ولذلك عندي شيء اسمه مودرن كواليتي كنترول يعني ضبط جودة حديثة تعتمد على أنظمة جديدة إحصائية بدل أن أقوم ب checking all the different products آخذ عينة سامبل ممثلة إلى منتجاتي كبيرة بما يكفي أعمل لها checking وأتأكد أنها أوكي وإذا كانت أوكي أقول أن هذه الباتش كلمة باتش بمعناها الشغلة أو الدفعة التشغيلية أو الدفعة من هذا المنتج حق هذا اليوم حق هذه الفترة إني أعتبرها كلها سليمة لأنني أخذت عينة ممثلة من المنتج سواء كان تحليل مخبري أو سيارة أو كاشف أو أيا كان المنتج النهائي. إذا Modern quality control is used to check the quality of a minimum حد أدنى number of samples. from the total production. إذا أنا ما أقوم ب checking all the samples. I only check a small number of the samples. Minimum number of samples. هي التي تؤخذ هذا العدد البسيط ويتم التحقق من سلامته وبعد ذلك نقول إنه كل العينات إن شاء الله سليمة. إن هذه الطريقة التي وصفناها الآن كلاميا لها اسم. This procedure, the procedure is called statistical quality control. لماذا؟ لأنها تعتمد على الإحصاء راح نشوف بعد قليل أن الإحصاء هو أساسها هي أساسا يعني عملية إحصائية ولذلك أنا أخذ عدد معين من العينات وأقوم بالتأكد من سلامة هذا العدد فقط وليس كل العينات بدون استثناء إذا ونسمي ذلك Statistical Quality Control SQC نحفظ هذا المصطلح or statistical process control SPC لها اسمين لكن الاسم الشائع هو SQC uh, statistical quality control is faster اسرع and more efficient واكثر كفاءة than single checking than single checking ايش معنى single checking؟ يعني اني اشيك واتاكد من كل منتج على حده لا هذه صعبه ومكلفه وليست ذات كفاءة The most general definition of SQC, statistical quality control, is SQC is process that minimizes the variability of a procedure. يمكن هذا تعريف يعني مختصر جدا إلى ال SQC عندما يكون ال SQC statistical quality control موجود في كل الحياة التي أنت تتوقع أنك يعني تحتك فيها موجود في صناعة اللبن في صناعة القلم في صناعة الورق موجود في صناعة السيارة في كل الصناعات والمنتجات غذائية صناعية حاسوبية كلها تحتاج statistical quality control وهي عبارة عن عملية process إحصائية تبدأ من الإحصاء هدفها التقليل minimizes variability التشتت والاختلاف والتفاوت variability التفاوت of a procedure إلى المنتج النهائي والإجراء الذي أقوم به أنا كل مرة أجري التحليل أريد أن أكون بنفس الدقة وبدون تشتت وتفاوت طبيعي أو غير طبيعي أريد أن يكون هناك معيار ستاندرد والنتيجة أتوقع أنها صحيحة الاس كيو سي يساعدني على ذلك وعلى اكتشاف مصادر أي تشتت أي variability إن وجد Although it would be wiser to define SQC as the process that focuses on revealing any deviations. إيش معنى revealing any deviations from well-defined standards؟ إذا ممكن أنا أعرف ال SQC تعريف آخر ويكون أدق. هو عملية the process that focuses, التي تركز على revealing كشف كلمة revealing معناها كشف any deviations أي تشتت أو حيود أي خروج from well defined standards من المعايير المعروفة والمحددة وهذا التعريف اللي احنا شرحناه ربما أكثر في البداية ووضحنا أن الـ سي هدفها أيضا اكتشاف revealing deviations أسبابها وكذلك ماذا ضابط البروسيس والتأكد أن الـ standards are met تم تحقيقها إذا إحنا عندنا automated analyzers هذه تعمل العمل المانيوال بشكل automated فما يحتاج اللابراتوريان المخبري أن يقوم بنقل والقيام القيام بالتكنيكال ورك اليدوي بنفسه الجهاز يستطيع ان يقوم بذلك ولكن انا يبقى علي واجب مهم جدا وهو ضبط الجوده ضبط الجوده او ستاتستيكال كواليتي Control. Statistical quality control can be used in every automated production, like the laboratory determinations which are performed by biochemical analyzers. Then, S Q C, statistical quality control, can be used in automated production, which is done in automated analyzers or biochemical analyzers inside the laboratory. Unlike the industrial business, where all products are similar, the laboratory determinations are totally different. because of the huge biological differences among human beings. يعني أنا لما أصنع كوكا كولا علبة الكوكا كولا رقم واحد يجب أن تحتوي على نفس التركيز والطعم واللون والكمية نفس العلبة رقم مليون أو مليونين أو الأخيرة في الإنتاج كل علبة كوكا كولا لازم نفس المواصفات. لكن أنا هذا لا ينطبق على التحليل المخبري لا أستطيع أن أقول أن كل تحليل هوموغلوبين أريده أن يكون بنفس الكمية ونفس الونفس لا هناك انتاج الى نتائج المختبر تتفاوت اكيد فيها تفاوت وهذا لان هناك اختلاف differences اختلافات في الانسان نفسه في الهيومن بينز اذا ليس كالعمليات الصناعيه والاعمال الصناعيه الاندستريال بزنس اللي يكون فيها المنتجات كوكا كوكاكولا سياره قلم كلها متشابهه متطابقه في المختبر حساباتي Determinations ونتائجي Different Totally Different لأن هناك Biological Differences Between الناس. As a result, Statistical Quality Control can be done only for the equipment and the analytical methods and rarely for each laboratory result. إذا أنا لما أقوم بال statistical quality control أنا أقوم بذلك على الجهاز وعلى ال Analytical method. يعني هنا أنا أضبط جودة العملية والجهاز وليس كل منتجٍ من المنتجات هذا بالنسبة للـ Statistical Quality كنترول العادي لا سيما الانترنال غالبا أنا لا أستطيع أن أعمل على كل لابوراتوري ريزولت ممكن آخذ عينات ممكن آخذ عينات عشوائية من نتائج المختبر وأتأكد منها بمختبر آخر أو بطريقة أخرى لكن لا أستطيع أن أشيك وأتأكد من سلامتي كل لابوراتوري ريزولت على حدة each laboratory result you can't double check it وتتأكد أنها كلها سليمة على حدة لكن أتأكد قبل إجراء التحليل للعينات أن الإكويبمنت شغالة أوكي والاناليتيكال ميثود طريقتي صحيحة الاناليتيكال ميثود أبغاها أعرف أنها صحيحة بنشوف كيف نكتشف ذلك كيف نكتشف ذلك مهم جدا statistical quality control of automated analyzers uses as samples not the patient's results but the results of some special samples, the control samples. إذن زي ما قلنا إحنا بنكتشف كيف الطريقة هي إننا نستعمل control samples. اللي سألتك في بداية المحاضرة في العصف الدهني أو في البدايات عرف لي ال control sample. إذا ال statistical quality control وضبط الجودة في المختبر يعتمد على أساليب إحصائية تقوم باستعمال control samples لأجل ماذا؟ واضح. to كواليتي كنترول وتتاكد من سلامه الايكوبمنت والاناليتيكال ميثود اذا ما هي الكواليتي كنترول اللي تستعمل فيها كنترول سامبلز ليش نستعمل كنترول سامبلز بتقول لكي اتاكد ان الايكوبمنت والاناليتيكال ميثود شغاله اوكي اجيب لي كنترول سامبلز طيب ما هي الكنترول سامبلز بنشوف بعد شويه The aim of this chapter is the introduction of the statistical quality control for automated analyzers in biochemical sciences such as hematology and biochemistry. The most important relevant laboratory statistical quality control methods will be described. إذا نحن بنتعلم عن الأشياء المهمة اللي لها علاقة بضبط الجودة في المختبر. في البداية لازم ناخذ تعاريف، من ضمن التعاريف اللي بناخذها طبعا الكنترول، ولكن قبل ما ن يعني نغوص كثيرا في الكنترول، ويعني نبدا نعرف الكنترول هذا هو الكنترول ماتيريالز لازم نعرف تعريف ما هو الخطا والصح والصواب متى اقول ان العمليه صحه وغلط وما هي انواع الاخطاء الايرورز نسميها ايرورز اللي في المختبر لان الكواليتي ماتيريالز اللي نسميها ايضا كواليتي كنترول ماتيريالز او سامبلز لها عده اسماء اذا كواليتي سامبلز عينات ماتيريالز مواد ضبط او نسميها quality control samples او materials نعرف انها عباره عن عينات بيولوجيه ممتاز اذا هي يا سيروم سي اس اف او تكون بول او تكون عينات بيولوجيه عينات من المختبر عينات اللي انا اشخصها معروفه دم سيروم بول براز لعاب هذه العينات اللي نعرفها سي اس اف سيروبر سباينال فلويد هي نفسها الكنترول تبعي هي هذه العينات لكن تتميز انها ذات تركيز معلوم تركيزها معلوم ولذلك لما أنا أضعها في التحليل أضعها في الجهاز النتيجة أنا معروفة المفترض عندي تط... يعطيني النتيجة اللي أنا أساسا أعلمها إلى هذه العينة أنا أعلم العينة كم مدى تركيزها كم فيها من أنالايت وإذا أعطاني الجهاز نتيجة سليمة مطابقة إلى تركيز الكنترول المعلوم لدي سابقا فالامور طيبه والامور ماشيه هذا هو معنى متر راح نعرفه تعريف اكثر لاني انا احتاج الى ليفلز مستويات لاني انا لما احلل في المختبر ممكن تحليل الهيموجلوبين او السكر يكون طبيعي ممكن مرتفع ممكن منخفض ولذلك انا احتاج كنترول ال الى الجهاز والى الاناليتيكال ميثود يقيس لي عند الحدود الدنيا منخفض جلوكوز منخفض كنترول عينه تركيزها معلوم منخفض استعملها للتاكد ان التحليل والجهاز يستطيع ان يقدم لي نتيجه منخفضه بشكل سليم، وعندي ايضا كنترول اخر متوسط التركيز يضمن لي ان الجهاز والطريقه التي اتبعها يمكن ان تعطيني التركيز العادي، وعندي تركيز مرتفع والتركيز المرتفع الكنترول معلوم لدي استعمله لكي اشيك على الجهاز، اشيك على الطريقه طريقه التحليل في المختبر انها سليمه واتاكد من سلامتها عند هذا الحد من التركيز. اذا انا طبعا من وين اجيبها الكنترول ماتيريالز؟ ممكن تشتريها من السوق لكن الافضل تحضرها في المختبر. تحضرها في المختبر وتكون هي عباره عن مجموعه من عينات مرضى بول، نسميها بول. ايش معنى بول؟ يعني مجموعه مجمعه. طيب. لكن نعود الى البدايات ولازم نعرف بعض التعاريف الاخرى قبل ان نغوص اكثر في التقنيات التي يجب عليك ان تقوم بها فعلياً في هذا المنهج وأيضاً بعد التخرج لأجهزتك ولكل الأشياء التي تقوم بها في المختبر. أساس نعرف هذه الـ Statistical Quality Control Methods كيف أنها تشتغل وكيف تيجي. لازم نعرف Types of Laboratory Errors and Mistakes. In laboratory practice, many non-conforming results may appear. إيش معنى non-conforming؟ يعني غير منسجمة. غير منسجمة يعني غير صحيحة. يعني فيها فيها إن فيها خلل فيها شك. These results are divided into two major categories إذاً أنا عندي two categories إلى أنواع Non-conforming يعني الغير منسجمة من النتائج أما أن تكون errors أو mistakes Errors عبارة عن non-conforming Non-conforming غير منسجمة Results with statistical meaning إيش معنى with statistical meaning؟ يعني الـ statistical quality control methods يقدر يكتشفها يعني المشكلة المشكلة في العدد في الرقم في الإحصاء This category includes all the wrong laboratory measures due to non-human action. سببها non-human action. non-human action هو اللي سبب ايش؟ عدم القياس السليم وهنا statistical meaning وانا دائما في المختبر احاول اكتشف الـ errors. ال errors هي الاسهل في الاكتشاف عن طريق statistical quality control. بينما mistakes صحيح هي non-conforming results لكنها with no statistical meaning بمعنى الاحصاء لا يستطيع اكتشافها. القياسات اللي بنتكلم عنها اليوم لا تستطيع اكتشاف المستيكس This category هذا القسم This category contains all human errors mixing up samples أنا ما أقدر أكتشف بالطرق الإحصائية إذا كان الإنسان كتب إلى عينة محمد خالد وسوى عينة ياسر ثامر وصارت عينة عزام عينة علي في الحالة هذه أنا لا أستطيع أني أكتشف الخلل إحصائيا لأن الخطأ في سامبلينج في البيانات الليبلينج أو خطأ إنساني لا يمكن اكتشافه بالضرورة وبسهولة عن طريق statistical methods ممكن لكن ليس بالسهولة في صعوبة كبيرة وأحيانا مستحيل أن الستاتيستيكس والطرق اللي بنتكلم عنها تستطيع اكتشاف خلل إنساني في عملية خلط الكواشف أو العينات أو نحوه طبعا هناك classification of errors and mistakes آخر is based on the time and the stage they appear in the laboratory practice يعني بناءً على مكان أو موقع أو متى ظهور هذا الخلل مثال، نقول pre-analytical stage أو pre-analytical error نقول analytical errors ونقول post-analytical stage errors إذاً نحن جالسين نقسم ال-errors و mistakes بعضها errors بعضها mistakes بس يعني في نوع من إيش؟ يعني ممكن بعض الناس يقول المستيك error و mistake لكن هنا إحنا فصلناها أن ال-errors مشكلتها في ال-analytical بينما ال-mistakes مشكلتها في ال-human action وموقع هذه الأورز أو المستيكس mistakes ممكن تكون pre analytical يعني قبل إجراء التحليل pre analytical تكلمنا إحنا فصل دراسي كامل عن pre analytical stage تكلمنا عن السامبلز ومتى نعمل ال rejection وأسباب المشاكل اللي ممكن تكون إذا pre analytical stages encompasses all the procedures which are take place before the analysis. which take place before the analysis قبل التحليل of the patient's sample on the automated analyzer's blood drawing جمع الدم جمعنا عينه الدم بطريقه تكسر فيها الدم او تلوث الدم ايضا sample transportation centrifugation dilutions كلها هذه pre-analytical stage ثم عندي analytical stage include the analytical method يعني الاجراء والعمليه التحليليه ذاتها

validation التاكد من صلاحيتها والتحليل interpretation وارسالها الى الفيزيشنز According to the previous classification بناء على هذه التصنيفات Errors and mistakes are divided into three corresponding categories Pre-analytical, analytical and post-analytical The majority of pre-analytical and post-analytical outliers are mistakes معظم المشاكل اللي تكون في ال pre-analytical أو post-analytical stage are mistakes كلمة outlier معناها شاد النتائج الشادة التي تكون في الـ pre analytical أو post analytical دائما تكون mistakes بمعنى أنها من ماذا من no statistical meaning أولا وبعدين هي سببها human errors غالبا this category contains all the human errors mistakes هذه النتائج الشادة في البوست والبري analytical stage in contrary بالعكس in contrary to analytical outliers إلى الشواد في المرحلة التحليلية which are considered as errors بمعنى errors إن لها statistical meaning errors معناها في statistical meaning we have a meaning ونقدر نكتشف هذه ال errors عن طريق quality control statistical quality control إذا هنا في الجدول عندك لستة list of the most common errors in hematology and biochemical analyzers although many kinds of errors can be detected with various methods in laboratory practice نقدر نكتشف كثير الأخطاء اللي ممكن نكتشفها في البراكتس تبعنا في المختبر The laboratory staff focuses on detecting and eliminating the analytical errors. The reasons are the analytical errors are attributed to the laboratory staff. The analytical errors can be detected with statistical quality control methods. Statisticians have helped in establishing certain limits for the analytical errors for every laboratory determination. إذا نقول لك هنا إحنا نحن ك يعني مخبريين وي ار فوكست ومهمتنا وواجبنا الاساسي الاكتشاف الى الانالوتيكال ايررز هذا صلب عملك الانالوتيكال ايررز اللي تكون في ستيج ما في احد ثاني غيرك انت ممكن يكتشفها ويحلها ويقلل منها وللقيام بذلك يجب علينا ان نفعل ماذا أولا نعلم ما هي أهم مصادر الخلل، ثم ما هي التقنيات ونحققها نطبقها لدينا. إذا أهم مصادر الخلل اللي عندي في ال pre analytical errors قبل الإجراء التحليل أيضا مهم إني أعرفها وأتنبه لها وأحاول أضع أنظمة تقلل منها مثل استعمال الباركودز واستعمال بعض التقنيات تكلمنا عنها في سياق الدروس السابقة. لكن أهم الأخطاء اللي في ال pre analytical stage inappropriate spacement عينة غير مناسبة. يضعها الإنسان في الأنبوب الغلط يستعمل مضاد التخثر الغلط كيف أقلل من هذه المشكلة عن طريق إجراءات مكتوبة وأن نعم العينات تكون وفق معايير وإجراءات نسميها Standard Operating Procedures ووضع الأنابيب والعلامات والإشارات واللوحات والتدريب الكافي لكي دائما يكون الموظف مستذكرا هذه العينات كيف تجمع وبأي بروسيجر بأي طريقة وتحفظ كيف وهكذا يتم تقليل هذه الأخطاء wrong anticoagulant زي ما قلنا improper improper يعني غير مناسب conservation method improper conservation method لما تكلمنا اليورن، يجب تخزينه بطريقة معينة استعمال أحماض amber bottles وضعها أيضا في الثلاجة إذا ال conservation بمعنى الحفظ طريقة حفظ العينة إذا كانت improper ستفسد وستكون النتيجه خاطئه. Inappropriate patient's preparation يعني عمليه البيشنت ما كان ايش؟ تناول الطعام الصح، wrong diet، لم يعطى التوجيه المناسب قبل اخذ عينه لتحليل الف او باء لان العينات هناك تحاليل تتاثر بنمط غذاء وطعام الانسان، لو الانسان اكل فجل او سمك او لحم ما اقدر اعمل له اوكولت بلود مثلا. وبالتالي هذه التحاليل أيضا في ضمن إجراءاتها المكتوبة Operating Procedures، ماذا يجب أن نقول ونقدم إلى البيشنتس إلى المريض من preparation، استعدادات نفسية وطعام ونوم وكل ذلك لكي يكون الجسد والعين التي تسحب من هذا الإنسان مناسبة وليس فيها أخطاء إذا كتابة هذه المعلومات في Standard اوبريتنج بروسيجرز، ميستيك in ايدنتيفيكيشن، استعمال أيضا الربطة في معصم الإنسان في يده، واستعمال الباركود وتقنيات الكمبيوتر والإجراءات Standard Procedures ممكن تقلل من هذا النوع من البري أناليتيكال إيرورز. الكومن أناليتيكال إيرورز، طبعا هذه الإيرورز هي مسؤولية مباشرة إلى المخبري، هنا ممكن بعض الذين يجمعون العينات ممرضة أو طبيب الطبيب هو اللي راح يجمع السي اس عينات الدم ممكن تجمع بالتمريض وطاقم اللي في العيادات وليس بالضروره المخبري نفسه يقوم بجمع هذه العينات، لكن هنا كل ما هنا هو وظيفه اللابراتوريان المخبري. اذا من اسباب اهم اسباب الـ analytical errors وانا ممكن اسالك عدد لي اخطاء في البري والانلتيك والبوست analytic عدد لي اهم الاخطاء، يجب ان تكون واعي وحافظ الى هذه الاخطاء. لكي تتجنب الوقوع فيها، اذا معرفة مصادر الخلل مهمة. والتي تكون هي غالبا في الاناليتيكال ستيجز Stages Expired Reagents which may lead to Results. Expired يعني ان الكاشف يكون منتهي الصلاحية. Expired Controls or Collaborators Controls عرفناها تكلمنا عنها هذه العينات التي تستعمل للتأكد ان الطريقة ان الجهاز شغال ولا مش شغال هي عينات بيولوجية معروفة التركيز نون concentration of the analyte in these controls collaborators بنشوفها أيضاً هي لعملية الكالبريشن والكلابريشن معناها المعيرة يعني أنت لو عندك ميزان الآن والميزان لو أي ميزان تذهب إلى الخضار إلى سوق الفاكهة بتلقى في الخلف في إبرة أو محرك تستطيع أن تحرك هذه الإبرة وتغير من المؤشر للوزن ولذلك لو غيرت الصحن انت مثلا حق الميزان او وضعت مثلا صحن اثقل او اصغر وزنا سيتغير مؤشر الوزن فتستطيع ان تعدل المؤشر هذا يسمى كولابريشن اجيب انا وزن معلوم لدي انه كيلو معلوم قطعه حديد معلوم انها كيلو هذا يسمى الكولابرنت الذي يقوم بالمعيره به ماده المعيره او الكولابرنت التي نستفيد منها قد تكون عينة أو قد تكون وزن أو تقد... قد تكون الشيء الذي نحتاجه لهذا الأمر عادة تكون عينة في مثال هذا عبارة عن وزن آخذ الوزن أضعه على الميزان أنا أعلم أن الوزن هذا وزنه كيلو أضبط جهازي أقول أفهم أعلم الجهاز لأن الجهاز يجب أن يعلم أيضا هذا الكمبيوتر يجب أن يغدى بمعلومات فأغديه وأقول له أن هذه العينة وزنها كيلو احفظ لي أن هذا هو الكيلو فيقول حاضر حفظته إن هذا كيلو ثم أضع كيلوين أو عشرة كيلو وأحط نص كيلو وأضبطه على عدة أوزان وأتأكد أنها الآن collaborated هذا معنى collaborators إذن collaboration curve time out labs failure in sampling system يعني ما أخذ العينة الجهاز اللي يسم الإبرة التي تسحب العينات من الجهاز صار فيها فشل failure in aspiration system of reagents فشل في نقل الكواشف Changes in Analyzer's Photometric Unit يعني المصباح أو قياس ال absorbance, unit, Flow Cell, Measuring Unit الخلية المسؤولة عن قياس تدفق الضوء أو الضوء. Any other Analyzer's failure مشكلة في Analyzer في نفس الجهاز الانسترومنتس in إذا هذه كلها Common Analytical Errors. بالنسبة للبوست أناليتيكال Analytical Errors يعني فيما بعد التحليل Wrong matching between sample and laboratories files. عدم الموافقة بين العينة والملف Wrong A copy of results from the analyzer's report to the laboratory report in cases of manual transfer. خطأ مطبعي خطأ في النقل للبيانات من الجهاز إلى الورقة. هذه من أهم مصادر الخلل إن الإنسان اللي جاء كتب النتيجة من شاشة الجهاز إلى الورقة كتبها خطأ أو نقلت خطأ. Delay in delivering the results to the physicians, clinics or patients. تأخر التأخر يعتبر خلل. البطء خلل. Loss of Results، فقدنا النتيجة. في مختبرات فقدت النتائج. وين نتائج فلان؟ ضاعت، وين ضاعت؟ ما عنده ضبط جودة، ما عنده أرشفة، ملف إجراءات مكتوبة منصوص عليها موثقة لحفظ النتائج. إذا هذه الأشياء مقدمة عامة نقرأها نفهمها بسيطة وسهلة. ننتقل الآن إلى التعاريف اللي هي أكثر أهمية أيضاً، هذه طبعاً كلها مهمة. لكن التعاريف الان ايضا مهمه جدا لانها تحدد لي انواع الايرورز. The analytical errors influence the repeatability and reproducibility, precision and trueness and accuracy of the analytical methods. اذا هناك مصطلحات نحن نستعملها في المختبر، انا لما اخش المختبر، كيف اعرف النتيجه صحيحه ولا غير صحيحه في المختبر؟ هذا سؤالي الذي اسالك لا يعني هذا السؤال ستسال اليوم وغدا وبعد يعني طوال ما انت في هذه المهنه. كيف تعرف ان النتيجه صح؟ النتيجه كيف عرفت انها صح النتيجه؟ قد تكون النتيجه خطا، كيف عرفت انها صح؟ بتقول والله انا عندنا ضبط جوده، بقول لك كيف يعني ضبط جوده؟ بتقول لي في عندي اشياء نقيسها في المختبر، نحن نقيس الريبيتيبلتي والريبروديوسيبلتي والبريسيجن والترونس والاكيراسي، نقيسها، اشياء نقيسها نقيسها، وانا اعطيك نسبه مئويه، اقول لك انا اعتقد النتيجه هذه صحيحه بنسبه 95% و 99% صحيحه. لاني عندي اشياء انا استطيع ان اقيسها عمليا في المختبر ما هي من ضمنها البريسيجن بريسيجن الأكيروسي طيب ما هو البريسيجن هذا احد تعاريف البريسيجن وبتلاحظ أن هذه الامور لها عده تعاريف لانها طبيعتها ممكن ننظر لها من عده زوايا احد التعاريف المناسبه الى البريسيجن is the closeness ايش معنى closeness؟ تقارب هذا الكلوسنس التقارب اقدر اقيسه او ما اقدر اقيسه اقدر اقيسه بكل بساطة أحسب أنا المسافة الآن المسافة بين النتائج وبعضها البعض أو بين سيارات أو بين أوزان أو بين طلاب في الدرجات تقارب الدرجات مع بعضها البعض كل ما كان التقارب قريب جدا كان صفرا يعني البريسجن يكون ممتاز إذا كانت النتائج متطابقة وكان هذا التطابق 100% معناها النتيجة صحيحة 100% لاني انا يعني تاكدت ان التحليل يعطيني نفس النتيجه كل مره، هذا معنى كلوسنس اذا التحليل صحيح لإن دائما يعطيني نفس النتيجه الى نفس الوزن او الى نفس العينه. إذا is the Closeness of Agreement Between Independent Test Results Obtained Under Stipulated Conditions. إيش معنى Independent Test Results؟ يعني تحاليل نتائج تحاليل نتائج تحاليل results حصلنا عليها من تحاليل مستقلة تحاليل ماذا؟ مستقلة وليس نفس التحليل لا تحليل مستقل آخر obtained under stipulated conditions إيش معنى stipulated condition؟ هذه الأشياء اللي دائما أنا أركز عليها وأصبحوا الناس تسميني دكتور ستاندرد بروسيجر يعني معايير كتابة الإجراءات الستاندرد أوبريتنج بروسيجرز لازم نرجع لها لازم تكون موجودة الخطوة الأولى بدونها تفشل بدونها لا مختبر لا يمكن للمختبر ان يدعي انه مختبر الا اذا كانت لديه الستاندرد اوبريتنج بروسيجرز التي تتضمن انواع التحاليل قائمه التحاليل التي يجريها، وتكلمنا عن ذلك في الجزء الاول، وتتضمن كيفية جمع العينات، وكيفية نقل العينات، وكيفية تحليل العينات، وكيفية كتابة اسم المريض، وكيفية رفع النتيجة، إجراءات موثقة قواميس يكتب فيها كل إجراء، يعني أساليبه، طريقته، سياسته، البروسيجر، الإجراء منصوص يعني حرفياً حرف حرف بالكميات بدرجة الحرارة بنوع العلبة بالوقت الزمني بطريقة التحليل بالتفصيل الممل هذه معنى stipulated conditions معناها الاشتراطات المنصوص عليها أو الإجراءات المعيارية وهناك عدة مترادفات يعني standard operating procedures ستجد لها مترادفات أخرى من ضمنها stipulated conditions أو زي ما قلنا الإجراءات procedures المنصوص عليها طيب هذا البريسيجن ممكن اقيسه او لا ممكن اقيسه هنا ممكن اقيس البريسيجن اجيب عينات واستخرج لها ريزولتس نتائج من هذه العينات مستقله عبر تحاليل مستقله واقيس الفروقات بين هذه النتائج اذا كانت المسافه بين النتيجه القيمه والقيمه كبيره معناها البريسيجن مضروب سيء اذا كانت النتيجه قليله جدا او معدومه فإن هذا يعني البريسيجن ممتاز ممكن أقيسه Accuracy is the closeness of agreement between the result of a measurement and a true value of the measurand. كلمة measurand هي مترادف أو يعني تعني analyte. وقلنا إن the analyte معناها ماذا؟ الشيء الذي أبحث عنه في المادة التي في التحليل. قد تكون هوموجلوبين في تحليل الهيموجلوبين وهي السكر الجلوكوز في تحليل سكر الجلوكوز، اذا هي الشيء الذي يبحث عنه. هذا هو المجراند. يقول لك هنا الأكيرسي غير البريسيجن، البريسيجن هو التقارب بين اندبندنت تيست ريزولتس. هنا التقارب بين تيست ريزولت واحد والقيمه الحقيقيه للاناليت او الذي يسمى مجراند. وليس الى تحليل اخر الى العينه ولكن الى القيمه الحقيقيه. الى العينه طيب انا سؤالي هل انت تستطيع ان تكتشف الترو فاليو اوف ميجراند 100% الجواب لا ولكن تستطيع ان تقدره احنا قلنا لا يوجد شيء كامل في الوجود وكل القياسات فيها نسبه خلل يعني حتى عمليه الميزان مثلا ميزان الذهب او ميزان الخضار والفواكه واللحوم هل هذا الميزان دقيق 100% مستحيل هناك نسبة ولو بسيطة من تفاوت طبيعي لا يمكن إلغاؤه لكن احنا نجتهد. إذا ال Precision عرفناه وال Accuracy عرفناه is the closeness القرب of the agreement التوافق بين نتيجة تحليل of a يعني تحليل ما هيموجلوبين جلوكوز شيء of a measurement إلى قياس ما والقيمة الحقيقية إلى هذا الشيء. إذا احنا لما نجي نقول احنا True value يعني القيمة الحقيقية أو the value of the measurement هذه طبعا يجب ان تكون ما فيها ايرورز لا راندوم ولا سيستميك ايرور لكن يصعب اننا نحصل على الترو فاليو 100% قياس الترو فاليو شبه مستحيل في الغالب انا ممكن اقول ان انا لدي الترو فاليو بنسبه 99 او 98% او 99% او 99.9% لكن ما وصلنا الى 100% غالبا ولا نستطيع ذلك بسهوله. ميجراند يعني الانالايت قال لك measurement is a particular quantity كمية محددة subject to measurement أو يسمى analyte or simply any substance or analyte which can be assayed in a clinical laboratory هذا هو المجرانت الشيء اللي نقيس عنه في عندي هنا معلومة مهمة precision إيش قلنا ال precision قلنا closeness of agreement بين نتائج مختلفة مستقلة بالمعنى الأصح يعني نتائج مستقلة للتحليل تحت ظروف محددة واشتراطات وستاندرد بروسيجرز هذا البريسيجن يساوي ريبيتابلتي زائد ريبروديوسيبلتي والاكيرسي اللي هو التوافق والقرب بين القيمة للتحليل والقيمة الحقيقية للمجراند وهو الانالايت يساوي ترونس زائد بريسيجن إذا ما هو الترونس وما هو الريبروديوسيبلتي والريبيتابلتي خلينا نشوف إذن هذا الآن إضافات نقول لـ Precision عرفنا تعريفه والـ Precision يساوي أمرين هما repeatability زائد reproducibility خلينا نشوف إيش معنى repeatability و reproducibility repeatability لازم نعرف تعريفه أيضا is the agreement of consensus between successive measurements which have been done on the same sample with very similar conditions المهم هنا with very similar conditions الباقي نفس تعريفنا السابق هو عبارة عن degree يعني نسبة consensus التوافق بين successive measurements قياسات متتالية successive measurements قياسات يعني تحاليل متتالية which have been done at the same sample نفس العينة with very similar conditions إذا أنا لما أجي أقول لك ما هو البريسيجن precision بتقول لي يساوي repeatability زائد reproducibility وال repeatability هي التقارب بين نتائج تحليل تم هذا التحليل بشكل متكرر متتالي على نفس العينة في نفس الظروف التقارب بين النتائج يسمى repeatability إذا ما في تقارب ومرة طلع واحد ومرة عشرة نقول لا توجد repeatability إذا هناك كل مرة تسعة تسعة فاصلة تسعة 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 فاصلة 9.1 ثمانية تسعة 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 وكانت النتائج دائما متقاربة إلى هذا العينة نفس العينة same سامبل with similar conditions أقول عندي repeatability في repeatability موجودة repeatability إذا كانت الكونسنسز التوافق والإجماع إلى هذه القياسات المتتالية إلى نفس العينة في نفس الظروف تطابقت نقول repeatability أنا لا أستطيع أن أقدم نتيجة وأقول أن هذه النتيجة صحيحة إلا إذا كانت repeatable الأبحاث العلمية التي تنشر في المجلات وفي الكتب لا تعتبر صحيحة إلا إذا تم الحصول على نفس النتيجة مجددا ونشرها من قبل باحث آخر من دولة أخرى لكي نقول أن هناك repeatability إلى هذه التجارب وهذه النتائج يجب ان يكون هناك repeatability اذا انا لما اجي اقول لك كيف تعرف ان نتيجتك في المختبر سليمه ولا غير سليمه؟ ستقول انا جيت وعملت repeatability يا دكتور محمد. انا جبت عينات سيم نفس العينه سيم سامبل وقمت باجراء سكسيسيف ميجرمنتس قياسات متتاليه الى نفس هذه العينه تحت نفس الظروف فكانت النتيجه متوافقه ومتطابقه بنسبة 99% ولذلك أنا لدي repeatability يا دكتور وأثق في نتائجي لهذا السبب بقول لك نعم صح ممتاز بارك الله فيك تحتاج أيضا قياسات أخرى للتأكد أكثر ونواصل إذا لما نقول repeatability نستعمل نفس الانلايزر سيم same user, نفس المعمل same method same reagents وهكذا ويسمى ذلك repeatability it is approached by wooden run or wooden day experiments and often is symbolized as SR. إذا هذه repeatability تكون هي محل نظرنا واهتمامنا في اليوم الواحد إلى التجربة الواحدة في نفس الرن يعني الدفعة التشغيلية ويسمى RS أو SR مختصره symbolized هذا هو repeatability وrepeatability واضح جدا الشيء الثاني عندي reproducibility هنا A reproducibility is the degree of consensus يعني التوافق والتقارب والتشابه والتطابق بين successive measurements قياسات متتالية achieved on the same sample على نفس العينة same sample ولكن الفرق with different conditions فقط هذا الفرق بين ال reproducibility وال repeatability A repeatability very similar conditions the same conditions هنا with different conditions هذا الفرق بينهما طبعا ال reproducibility بالتالي تكون between days between day experiments can be either intra أو inter laboratory يعني بين عدة مختبرات كأن أقارن نتيجة مختبري إلى قياس عينة من العينات مع نتيجة مختبر آخر إلى قياس نفس العينة نفس العينة لأن هنا العبرة same sample same sample same سامبل سيم سامبل اذا اخذ العينه نفسها واجري التحليل على جهازين مختلفين different analyzer, different user او different lot of reagents. يعني كواشف مختلفه يعني دفعه اخرى او علبه اخرى من نفس الكاشف ولكنها علبه اخرى او جهاز اخر أو طريقة أخرى للقياس إلى نفس الأنالايت the same sample إذا كانت النتيجة متطابقة أقول عندي reproducibility وإذا كانت غير متطابقة أقول في عندي مشكلة طيب ترونس is often used to describe the classical term bias Trueness عادة نستعمله لوصف البايس والبايس معناه الانحياز طيب الآن دخلنا على أمور إحصائية مهمة جدا مثل XI و X بار لازم نعرف ايش معنى اكس اي واكس بار. لو جينا احنا مثلا وقلنا عندي تحليل وليكن تحليل هموجلوبين، عملنا تحليل هموجلوبين. هذا تحليل الهيموجلوبين عملناه لشخص رقم واحد والشخص رقم اثنين او ثلاثه او اربعه او عملناه الى عينه سامبل معينه وعملت انا خمسه تحاليل للهيموجلوبين. اذا عندي انا تحليل هموجلوبين رقم واحد نسميه مثلا هموجلوبين واحد وعندي تحليل هموجلوبين رقم اثنين. أنا سويت تحليل الهيموجلوبين أكثر من مرة. احنا عادة نسمي هذه الاوبزرفيشنز، هنا بيعطيني رقم، قد يعطيني الرقم هذا مثلا 12، هذا بيعطيني مثلا 13 قيمة الهيموجلوبين عنده، الهيموجلوبين في القياس الثالث مثلا أعطاني 17، هذه الأرقام الخامس أعطاني مثلا 16، هنا أعطاني مثلا 16 أو 17، هذه نسميها اكس اي. نقول هنا x i، i ممكن تكون 1 2 3، إذاً هنا أقول أنا عندي قيم، x i اللي تساوي x1 لو كانت i1 كم القيمة x1؟ تساوي 12، وأقول بعد ذلك عندي أنا x2 يعني الرقم أو النتيجة الثانية إلى تحليل الهيموجلوبين كان 13، طيب x3 يعني النتيجة الثالثة إلى هذا التحليل الهيموجلوبين ظهرت عندي 17. وهكذا. إذا لما نقول I احنا، I تعني ماذا؟ تعني أحد أرقام التحليل، ممكن تكون 1 2 3 4 5 6. إذا هذا إحصاء. أيضا من الأشياء المهمة إننا الآن هنا I ممكن تكون من 1 إلى 5. إذا نقول احنا أفراد العينة هذه عدد التحاليل التي تمت إلى الهيموجلوبين في هذا اليوم يساوي N. إذا N ما هو N؟ عدد التحاليل، في حالتنا هذه N يساوي كم؟ 5. يساوي خمسة طيب ايضا في عندي قيمه اخرى تسمى اكس بار تكتب هكذا اكس وعليها فوقها شرطه تسمى اكس بار اكس بار ما معناها اكس بار هذه تساوي المين طيب ما هو المين هو الافرج وما هو الافرج المتوسط الحسابي او يسمى الارثمتيك افريج والاكس بار احيانا ايضا يكتب ميو يرمز له بالرمز ميو هكذا يكتب حرف حرف الميو بهذه الصوره يكتب أحيانا يساوي المين، طيب ماذا يساوي المين؟ المين يا شباب يساوي حاصل جمع القيم كلها اللي حصلت عليها تقسيم عدد هذه القيم، اللي هو عدد المجموعة خمسة عندي أنا، عدد المجموعة خمسة، إذا تقسيم خمسة، وفوق حاصل جمع وهذه السجمة هنا، هذه الإشارة سجما معناها حاصل جمع أو يسمى محرك الجمع أو علامة الجمع، هذه معناها، إذا نقول حاصل جمع القيم اكس اي من اي ما كانت تساوي واحد الى اي تساوي ان N وان N عندي خمسة فاجي انا اكتب هذه المعادلة الان لحساب المين الارثمتك افريج فاقول 12 فوق هنا زائد كم 13 زائد كم القيمة الثالثة 17 اضع كل القيم الى نهاية اللي هو N وتحت طبعا عندي الان كم خمسة وهذه هي الاكس بار هاي تساوي الاكس بار طيب نعود اذا هنا كتب لك ماذا اكس اي ناقص اكس بار يساوي البريسيجن طيب ما هو الاكس بار الاكس بار مهم هذا عندي انا ما جيت قلت لك هنا كيف ستعلم اذا كانت نتيجتك صحيحة او غير صحيحة ستقول لي والله اقيس البريسيجن يا دكتور بقول لك كيف تقيس البريسيجن بتقول عندي معادلة يا دكتور بقول لك ايش هي المعادله؟ بتقول والله اخذ القيمه اكس اي ولتكن مثلا القيمه رقم واحد اللي جت 12 او 13 هيموجلوبين واقارنها بالمتوسط حق قياسات الهيموجلوبين تبعي والمتوسط هذا نحسبه بسهوله احنا نعرف نحسبه ما هي مشكله والترونس هو الفرق بين الاكس بار طيب ما هو الاكس بار؟ بتقول لي المتوسط حق القياسات الهيموجلوبين التي تمت في المختبر الآفريج تبعها ناقص الميو بقول لك ما هو الميو بتقول لي هذا الترو فاليو القيمة الحقيقية الترو فاليو. ميجرانت اللي هو الانيلايت قيمته الحقيقيه هي الترو فاليو ونسميها ميو ممتاز اذا بهذه الطريقه انا ممكن احدد ماذا البريسيجن والترونس البريسيجن هو نفس هذا التعريف اللي حفظناه احنا قبل قليل هنا هذا هو از ذا كلوزنس اوف اجريمنت بتوين ايش اندبندنت تيست ريزولتس اوبتين اندر ستيبليتد كونديشنز اندبندنت تيست ريزولتس اوبتين اندر ستيبليتد هذا البريسيجن التقارب بين ماذا؟ القياسات مع بعضها البعض، ولذلك اقارن القياس بالمتوسط لانه مقاربه القياسات ببعضها البعض، بينما الاكرسي اللي ممكن يعني نعتبره الاكرسي هو الترونس زائد البريسيجن، ترونس زائد بريسيجن يساوي اكيراسي، والترونس هو الفرق بين المتوسط القياسات ناقص القيمه الحقيقيه الميو وهي الترو فاليو. ترو فاليو، القيمه الحقيقيه. اذا اكرسي يساوي ماذا؟ يساوي precision زائد ترونس او ترونس هذا هو معادلة الترونس زائد ال precision طيب لو انت جمعت المعادلتين دول مع بعضهم البعض بتلاحظ ماذا؟ انهم يساوي xi ناقص ميو يعني قيمة العينة تبعي ولتكن نتيجة التحليل الأول 13 هيموجلوبين ناقص القيمة الحقيقية للهيموجلوبين في ذات العينة في نفس العينة إذا هذا الأكورسي هذه المعادلات تقدر تحفظها الله يبارك فيك من المهم بمكان حفظ هذه المعادلات Types of analytical errors Analytical errors fall into two subcategories ممكن يكون عندي random errors وفي عندي نوع آخر يسمى systemic errors وهذا النوعين اللي احنا لازم نتنبه لهم اذا بعد ما عرفنا بعض الاشياء اللي ممكن نقيسها للتاكد ان المختبر عندي شغال اوكي بنشوف انواع الايرورز اللي هي دائما احنا ندورها نكتشفها نبحث عنها يعني انت في المختبر تشتغل بحث وتحري تحاول اكتشاف مصادر الايرورز وتصنف الايرورز ومن انواع الايرورز راندوم ايرورز ريزولت اوف ا ميجرمنت ماينس فروم ان infinite number of measurements of the same تعريف رائع وبسيط و وتلاحظ و... انت مباشرة ان هذا التعريف هو ذاته البريسيجن، يعني انا ممكن اكتب هنا يساوي بريسيجن، وهذه المعادلة هنا اكس اي ناقص اكس بار هي نفس معادلة البريسيجن، اكس اي ناقص اكس بار بريسيجن، نفس الراندوم ايرور، لأن التعريف كتبه نفس تعريف البريسيجن ريزولت اوف ا ميجرمنت ماينس ذا مين ناقص المتوسط الذي ينتج المتوسط هذا that would result from an infinite يعني كبير جدا لا منتهي number of measurements of the same measurement measurements of the same measurement يعني قياسات إلى نفس المادة التي نحلل عنها in fact random error affect precision يؤثر على ال precision هو قياس آخر إلى البريسيجن precision random error in fact random error affect the precision of all measurements إذا هذه الجملة لحالها مهمة جدا ليش لأنها تقول لك إن random error يؤثر على ال precision في كل قياساتك في كل القياسات اللي تجريها الراندوم ايرور يؤثر على البريسيجن راندوم ايرور ار اتريبيوتد راندوم ايرورز ار اتريبيوتد يعني تعود الى سببها to either undetermined reasons اسباب غير معروفه مجهوله inherent error يعني في نفس الجهاز سببها مثلا ان البلاستيك اللي استعمله في القياس يمتص نسبه من الانيلايت اللي سميناه ميجرانت او لان الجهاز يعني في تشتت بسيط هذه أمور في نفس تركيب الجهاز لأن الجهاز ما في جهاز دقيق 100% أو ممكن يكون السبب well defined causes أشياء معروفة محددة their magnitude حجم الراندوم إيرور is equal to the precision of a measurement and it's always greater than zero هذه معلومة مهمة ها أحبتي الراندوم إيرور يساوي precision يساوي دائما أكبر من صفر ليش؟ بتقول والله انت يا دكتور محمد ازعجتنا، كل يوم وتقول لا يوجد شيء دقيق 100%، نسبة خلل دائما موجودة، يجب أن تقيس نسبة الخلل وتقول أن نتيجتي صحيحة بنسبة 90 أو 99% ولا تصل إلى المئة في المئة ولذلك دائما هناك نسبة خلل، ولما نقول راندوم ايرور أو بريسيجن لازم يكون أكبر من صفر، لأن دائما في نسبة خلل، هذا هو الراندوم ايرور اللي سببه أشياء غير معروفة أو تتعلق بالجهاز نفسه أو اللي هي أمور طبيعية في يعني تكوين هذا الكون. إني أنا ما أقدر مئة في إني أكتشف الحقيقة مئة في المئة. دائماً في نسبة عجز. الكمال لله عز وجل. القيمة الراندوم إيرور كان بيديمينيشت كيف يعني دف ممكن يتضاءل نقلل منه. by increasing the number of measurements عن طريق زيادة القياسات لو سالتك انا عندك انت راندوم ايرور يا عزام يا ياسر يا ثامر يا حبتي عندكم ايش الحل كيف تعالج الراندوم ايرور بتقول والله انا ممكن اقلل من الراندوم ايرور عن طريق زياده العينات على اساس ازيد دقه المتوسط الحسابي اللي سميناه اكس بار المين ازيد المتوسط الحسابي حقي هذا ازيد انفلونس الاكس بار لارج دلتا راندوم ايرور increases the dispersion of the results around a true value. إذا زادت هذه random error بيزيد عندي التشتت dispersion حول القيمة الحقيقية وسأبتعد عنها. The experimental standard deviation of the arithmetic mean or average of a series of is not the random error of the mean. إذا الستاندرد ديفيشن ليس هو الراندوم ايرور، الستاندرد ديفيشن درسته أنت في الإحصاء وهو الانحراف المعياري، although it is so referred to in some publications لكن ليس هو نفسه الستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري ليس هو الراندوم ايرور، إذا الراندوم ايرور هو ليس الستاندرد ديفيشن ولكن نقيسه عن طريق قياس الفرق بين تحليل القيمة الواحدة والمتوسط إلى مجموعة من التحاليل إلى نفس العينة وفي عندي systematic error systematic error is defined as a component of error which, in the course of a number of analyses of the same majorand, remains constant or varies in a predictable way. Quite often is attributed as mean that would result from an infinite number of measurements of the same majorand carried out under repeatability conditions ماينس true value of the ميجراند اذا لو تجي انت تشوف هذا التعريف بتلاحظ هذا التعريف هو نفس تعريف ماذا نفس هذا التعريف لترونس نفس تعريف لترونس هو نفس لترونس بمعنى انه الفرق بين القيمه تبعي متوسط الحسابي الى تحليل عينه معينه عندي ولتكن عينه خالد اذا هذا الاكس اي يمثل ماذا عينة خالد لكن ما جيت أنا أجريت تحليل عينة خالد مرة واحدة لا حللت عينة خالد عشر مرات أو عشرين مرة أكثر من عشرين وأخذت المتوسط لنتيجة عشرين تحليلا إلى خالد وهذا المتوسط الفرق بينه وبين القيمة الحقيقية إلى محتويات عينة خالد هو يسمى الستيماتيكر إذا كان هناك فرق بين متوسط قياسات عدد كبير من عينات خالد مع القيمة الحقيقية إلى المجرانت في عينة خالد إذن مين له المتوسط هذا معنى مين مين that would result إذن هو المتوسط إلى number of measurements إلى نفس المجرانت في نفس الـ conditions ناقص the true value of the القيمة الحقيقية إلى المجرانت systematic errors can be attributed to certain reasons and therefore can be eliminated much easier than random errors هذه مهمة systematic error ممكن نحن نعمل لإليمينيشن يعني ممكن يصير تقريبا صفر بينما الراندوم ايرور مستحيل يكون صفر لازم اكبر من صفر بينما السيستميك ايرور ممكن يساوي او اكبر من صفر بينما هذا لازم اكبر من صفر هذا انا ممكن اكتشف السبب واعالج السبب يعني هو اتريبيوتد تو سيرتن ريزنز وممكن اعمل له elimination يعني استئصال او ازاله. cannot be diminished by increasing the number of measurements لكن لا يتم ازالته والقضاء عليه بزياده عدد ال هنا اقلل من ال random error عن طريق increasing the number of measurements. هنا increasing the number of measurements لا يساعدني في التقليل من ال systematic error. As opposed to the random error, their magnitude can be zero. Systemic error قلنا ممكن يصير zero. فنعم الـ random error زائد الـ systematic error يساوي total analytical error according to the definition of random and systemic errors بيطلع لي هذا التعريف ونتيجة يعني إلى ذلك فإن under ideal circumstances total analytical error equals to zero لكن هذا مستحيل مستحيل الـ total analytical error يساوي zero but this cannot be achieved هذا لا يمكن تحقيقه this cannot be achieved in daily practice Only a systematic error can be zero where a random error is always greater than zero because of the existence of the inherent error يعني الخلل في تركيب الجهاز في طريقة القياس لا يوجد دقة متناهية راح أعطيكم الآن فكرة عن ال inherent error هذا ومن ناحية علمية لا يمكن نحن إلغاؤه. since the total analytical error, the total analytical error لا بد يكون أكبر من صفر is unavoidable. unavoidable يعني لا يمكن أننا يكون عندي total analytical error. اقل او يساوي صفرا لازم التوتال اناليتيكال ايرور اكبر من صفر توتال اناليتيكال ايرور اوف ايفرى سنجل determination موست بي لوور ذان ا ليميت لكن انا لازم احط لي ليميت بتقول لي يا دكتور انت من بدايه المحاضره وتقول والله الخطا لازم يصير موجود وعندنا نسبه خطا واحنا نحسب الخطا ونقلل من الخطا طيب متى اقول ان الخطا كبير الى حد اني انا لا اقبل النتيجه وارفض النتيجه واتبع اجراء للتصحيح متى لابد بد يكون عندي حاجة اسمها allowable total analytical error أو يسمى limit control limit كده control limit limits حدود إلى المسموح به من التشتت والخلل والنقص والعيب حدود محددة إذا تجاوزت هذه الحدود أرفض العينة أو أرفض التحليل أعيد الإجراء وهذه الحدود is different from each analyte إلى كل تحليل تختلف هذه الحدود limits being determined in a clinical laboratory ويتم تحديدها من قبلك هذه ال control limits وهي ان شاء الله درسنا الاسبوع ال او غدا الان لو جيت سالتك انا الان فقط لمعرفه الراندوم ايرور ولكي تتضح لك فكره ان مثلا الاشياء لا يمكن تحديد الامور 100% في هذه الحياه اللي احنا عايشين فيها لو كان عندك اوبجكت هذه ال ال هذا القلم مثلا إذا كان قلم أو هذا هذا الشيء مثلا تريد أن تحدد موقع هذه الإبرة تحدد موقعها أنت كيف تحدد موقعها؟ ارتفاعها تريد أن تحدد ارتفاعها ارتفاعها عن عن السطح كيف تحدد ارتفاعها يا عزام؟ كيف تحدد ارتفاع هذا الشيء هذا الاوبجكت هذه المادة تريد أن تحدد ارتفاعها كيف تحدد ارتفاعها؟ أعطيني مثال طريقه لازم عن طريق الضوء ورؤية الارتفاع احنا لو كبرنا هذا المكان كبرناه حطيناه مكبر واخذنا بفرض ان هذه اخر درة انت على تحدد مكانه لازم تستعمل الضوء الضوء يتكون من ايش؟ من موجات والموجه لها طول موجي وعرض مسافة من هنا الى هنا هذه المسافة مستحي مستحيل استطيع ان احددها انا اللي هو العرض الموجي طول الموجي نفسه هذه الموجه نفسها لا تستطيع ان تعطيك قياس محدد تماما لاننا نستعمل ما يعرف بالفوتونز والفوتونز عباره عن الشيء الذي هو الضوء، الضوء مكون من فوتونات والفوتونات تتحرك بشكل متموج وبالتالي هناك نسبه خلل ما استطيع ان احدد انا المكان على الاقل بمقدار هذه الموجه ما هي تتحرك وتتشتت طريقتي في تحديد الموقع يعتمد على انعكاس الضوء وارتداد الضوء لي وعملية انعكاس وارتداد الضوء محدودة القدرات في تحديد المكان بالموجة الموجة هذه لها تذبذب وهذا التذبذب يمنع اليقين ولذلك هناك قاعدة في الفيزياء وفي العلم بشكل عام تسمى الـ uncertainty principle يعني قاعدة الشك إن في كل شيء نسبة شك لماذا؟ لأن حتى في نظري والضوء طريقة القياس نفسها فيها نسبة تشتت في تركيب هذا الكون، ان الموجة الضوئية لها تذبذب، وبالتالي هناك نسبة شك لا استطيع القضاء عليها متى ما استعملت الضوء لاكتشاف مكان الشيء، أو حتى لو استعملت موجات أخرى لأن كل الموجات الكهرومغناطيسية والأشعة السينية التي تستعمل لاكتشاف الأورام والأمراض الخبيثة، كل هذه الطرق موجات لها تذبذب. وبالتالي تحديد المكان بشكل دقيق مستحيل اي سؤال اي استفسار يا شباب